احباب مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بي ان سبورت، واسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه، وكل عام وانتم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بمناسبه الشهر الفضيل. هنا في ملعب تجتمع فيه كل العواطف، هنا في ملعب قد يكون من أندر الملاعب التي وجب أن تصمت عندما تعلق وتبتدئ التعليق. جاء الفريق فاق الصيف المرور والتسديد، قد حان وقت عناقها، حان وقت عناقها وحان وقت عناق الفرحة. نعم الله، شهر الكرم تكرم ضيوفها لمسة جميلة على طريقة فونيكا، ولكن العارم وفادة الضيوف، وتكرم وفادة الضيوف على طريقة محسن متولي ابن درب السلطان والرجاء، حاول أن يضعها بلمسة فيها الجمال الكروي، ولكن كرة للوسط، نقلة أمامية والتمريرة، نقلة تسلل، راية التسلل حاضرة على حداد، راية التسلل حاضرة على حداد، محاولة كانت موجودة أمامنا لكن راية التسلل، كرة ملعوبة وتمريرة، نقلة هنا إلى وسط أنس الزنيتي، تغيير اتجاه اللعب من جانب، تمريرة من جانب مروان، يا سلام لمسة، لا يفترقان أبدا أبدا أبدا. هذه الصورة التي ترددها جماهير الرجاء ومعها أيضا الروح الجزائرية الموجودة، يلعبها جحريز في وسط الملعب إلى زنيتي محمد إيريا. محاولة المرور، نقلة تلعب داخل منطقة الجزاء، المحاولة هنا أمامنا والفرصة داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع جزائري يستميت، دفاع جزائري يستميت، مبرز نقومة، الكرة البينية داخل منطقة الجزاء، ملعبها إلى حميد إحداد يحاول أمامنا، لكن وين لا درب هنا الاستخلاص، ودار للمتعة في التشجيع. 28 دقيقة، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، هنا محاولة لرجاء جميلة ومحاولة للبحث عن تسديدة، لكن مرت من جانب إحداد وإشارة إلى وجود تقدم داخل منطقة الجزاء، المرور ولكن تقدم للأمام والتسديدة، ولكن مرت منطقة الجزاء، المرور إحداد يتقدم يبحث عن تسديدة، ولكن دفاع من حديد، رمج حليف يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، إشارة في وسط الملعب ومحاولة لكرة عرضية والبحث عن رأسية، العرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية تبعد مباشرة، محاولة أمامية والنقلة للأمام، وسط التمريرة للأمام والمحاولة بصورة جميلة، والمحاولة هنا إنقوما باحثا عن عرضية، عادت الكرة مباشرة وإلى خارج أرضية الملعب، تمر إلى خارج أرضية الملعب، محاولة كانت أمامنا للأمام وبحثا عن كرة عرضية، والتقدم والبحث عن كرة داخل منطقة الجزاء، والتقدم ما زالت 1-2 والثالثة ماشية، وألقوا أمام بولندا بفضل الكبير بادو الزاكي، وجاء الانتصار المدهج على البرتغال 3-1 بهدفي عبد الرزاق خير في الشوط الأول، يلعب داخل منطقة الجزاء البحث عن رأسية، هنا الاستلام ولكن مرور ما زالت حاضرة هنا أمامنا، المحاولة النقلة داخل منطقة الجزاء، نقلة للأمام والاستلام على التمريرة أمام، تغيير اتجاه اللعب وكرة ومحاولة للمرور، تمريرة للأمام، تعود مجدية والبحث عن محاولة الترويض والاستلام والبحث عن التسديدة، لكن بالسلامة والبحث عن كرة عرضية، العرضية والرأسية في التعادل السلبي بين الفريقين، سام سوكحان يلعب الكرة العرضية، سوكحان الرأسية ولكن تهول، وقد لاحظ هنا محاولة يمتع في عالم ثاني، هنا المرور وهنا العرض، ولا نشبهها إلا بأن الرجاء وتجي لهدف، هنا محاولة والكرة الرأسية سهلة، كان الأهلي المصري الآن بعد آخر مباراة له أو بعد قبل لها، أي لمسة أي تقدم والبحث عن المهارة والعرضية، ولكن كما هي العادة هشام بالقلب ناهيري بحثا عن المرور والتقدم والكرة العرضية داخل حاولة هنا أمامنا البحث عن التسديد، يو فابريس للانطلاقة والكرة داخل منطقة الجزاء، حاول المباراة حتى الآن والسد المنيع لفريقه واحدة والباقية والدائمة، أن هنا أمامنا التسديد والإبعاد بعد ذلك، حاضرة هنا أمامنا البحث عنها
الحاضر أمامنا سار رأسية، لكن أتى لبعاد بعد ذلك، ما زالت واحد من هذا المنظر. وهنا أسألك يا من تتابع، نقلة أمامية ومحاولة للبحث عن كرة عرضية، أمام أكرم جحفيظ يلعب الكرة أمامية، جحفيظ تبعد كرة أمامنا، المحاولة للمرور والتقدم والعرضية، والعكس من ذلك والعكس كذلك، هنا المرور أمامنا، وغنوا يا بني أمي بلاد العرب، أو هنا أمامنا الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ولكن في المرمى سفيان خضيرية، وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء العرضية، ودائما لا تغيرها أبدا، لا تتغير. هنا الرأسية، أننا وإن افترقنا فإن العاشقان، هو المحاولة للمرور، هنا الانطلاقة موجودة، ما زالت جدران تستنطق، نعشق ونحب هذا الفريق، بحث عن كرة عرضية، نهيري يلعب الكرة العرضية عالية، تتمدد لشعب واحد، شعب الجزائر والشعب، فجاء هنا أمامنا عبد الله، فرح الرأسية، الله العرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء يا Don't give up.